ولأن الخدمات تتطلب جهدا كبيرا من جنود مجهولين، وبرغم ما يبذله مهندسو النظافة في العراق من جهود مضنية، إلا أنهم يعانون بقاءهم بخانة الإهمال الحكومي الذي أوقعهم كفريسة في شباك صعوبات العيش بسبب رواتبهم الشهرية التي لا تسد رمقا. وليد علاء والتفاصيل. احترت من أين أبدأ وأنا أعد هذا التقرير لوصف حياة فرسان النظافة في العراق. يستيقظون يوميا من أولى نفحات الصباح متوجهين نحو العمل بكل نشاط وبسمة، يجمعون مخلفات المواطنين ويكنسون الأرصفة والشوارع، غير مكترثين بأشعة الشمس صيفا أو شدة البرد شتاء، يدفنون همومهم ببئر عميق من الصمت، قطرات عرق الجبين لعمل نبيل شريف يقوده جنود مجهولون لصنع الجمال كجهاد في جبهة حياة متطلبة لا ترحم. من دونهم ستغرق المدن بالقمامة. استطلعنا أحوالهم فوجدناها ليست بخير رغم ما يظهرونه من رضا وقبول، فماذا قالوا لنا؟ زبالة ونفايات وراتبها قليل 208,000 دينار. هذا كل الراتب. وبنها بطلت الناس معنا شاف راتبها قليل. بطلت هذا اللي عنده عائلة ولا عنده شيء. حتى الراتب ما يكفي. إذا تبطلوا شو يصير بالمدينة؟ والله تتدمر المدينة. إذا تبطلوا. إي والله. ظلت زبالة تنتظر بالشارع. البقية وين راحت؟ والله اكثريتها بطلت يقولون راتبها قليل. راتبها قليل. إي. اللي متزوج هم جاي بطل يقول راتبه قليل ما يكفين، جهال وعنده واحد مريض ما يكفش ما تكفوا والله. اي والله عندنا صبا ما يخلونها بالحاكي، لا يطشونها بالشارع على الزباله. اي ما يلموا يخلونها مثلا بشيء واحد يشيلها. عندي مرضى البيت، عندي الحج والحجيه، وانا المريض هم انا قوه وياهم. وكل وحده واشتغل. والباب نوره هذه ساعات انا مريض، البحر راسي النهار كل مريض. وما طرح لا حد قال احد طالب ولا حد قال لي. اليوم صرت شوي صرت اشوى طلعت على شغلي. انكسرت بالمطر، دعمت من راجل المطر من ورا البلديه. اي طلعت وما حد ساعدها 250 ويقصون تقريبا 50,000 60,000 يقصون مني. اي ينطوني 180 170 ينطوني. ما عندي لا شغل، ما اقدر اشتغل. اذا عندك اي شغل جوا ما اقدر. لا اروح على المستر ما اقدر اجيب لوك. في دولة الصين ودول أخرى تصنع لأبطال النظافة تماثيل من ذهب اعتزازا وفخرا بهم وعرفانا وتثمينا لجهودهم الكبيرة، ولهم حقوق وامتيازات خاصة، خصومات في الضرائب والسلاف ومرتبات جيدة. أما في العراق فشتان بين هذا وذاك، وأين ثرى من الثريا؟ فالمستحقات الشهرية للعامل هنا لا تكفي جيب مسؤول لنصف يوم أو أقل. فهل رأيت أسوأ من هذه العدالة من قبل؟ كلا، لأنها نتائج متوقعة لسوء وفشل إدارة الدولة وتهميشها للطبقات المسحوقة كما يرى الكثيرون. احنا صار لنا هاي سنة الثالثة بدينا بالرابعة، يجور يومي راتبنا بالشهر 150,000 واحنا صاحبين عوائل. يعني انت يا مدير بلدية صلاح الدين انظر علينا شوية، لا تثبيت لا انطونا عقود لحد الان بعدنا يجور يومية، كل شيء ما محصلين وراتبنا بالشهر 150. يعني انتم يا حكومة صلاح الدين انظروا علينا شوية، احنا كنا عمال تنظيف انظروا علينا شوية، يعني راتب 150 بالشهر ما تنطونهن. يعني هو هسه ابن البرلماني ولا ابن المسؤول يرضى بال 150,000؟ ما يرضى، ما رام هذا الشيء. والله وضعنا يعني وضع تعبان، حيل تعبان. الفقر ليس عيبا والعمل ليس منقصة من الكرامة، فلأرواحهم أطواقا من المودة والتقدير وعظيم الاحترام، ولقلوبهم النابضة بالعطاء رغم الألم وضيق الحال، كما الرياحين تعطي ما من عبير في ذلك الوادي. ثلة من البشر قدر لها أن تحيا حياة الشقاء وقساوة اليوم لأجل لقمة العيش الحلال. والسؤال هنا، متى تهتم الحكومة بمهندسي النظافة؟ من تكريت وليد علاء،
صلاح الدين.